شباب الوطن سفراء الوطن، شعار رفعته منصة زين للإبداع للبحث في مستقبل شباب ودورهم المنتظر في حمل مشعل المستقبل كسفراء للمملكة الأردنية الهاشمية. الشعار جاء ضمن جلسة حوارية شبابية للتأكيد على دور الشباب وعكس الصورة الإيجابية عن الأردن خارج الحدود. شوي كبرني الأخبار بسرد كل المواقع اللي تشرفت بالعمل فيها، لكن حقيقة أستطيع أن أقول والحكي جاي إن شاء الله بأنه كلها إن شاء الله هذه كانت يعني تجارب أثرت نوع من المسيرة اللي تشرفت بأن أخوضها في مواقع مختلفة في مجالات مختلفة، وإن شاء الله أنه أكون وفقت في خدمة البلد، في خدمة المواطن، خدمة جلالة الملك، والخدمة مستمرة في أي موقع من الواحد بيخدم البلد وبيخدم تراب هذا الوطن من بيته وشكل خاص أو بمواقع مثل منصة زين الموجودة منصة زين أو في أي مجال من مجالات الحياة. المواطن سفير لبلده أينما حل وارتحل، ومطالب بخدمة وطنه بالمكان الذي يعمل فيه وبالمهنة التي يشغلها. المنطق السائد بأنه السفير لقب يطلق على شخص عامل في وزارة الخارجية ويمثل بلده ووطنه وملكه في مختلف أنحاء العالم، لكن هذا المفهوم تغير الآن. كل إنسان في ثورة الاتصالات والتكنولوجيا اللي شوفناها في خاصة في العقدين الأخيرين، كل مواطن هو سفير لبلده في مجالات عمل مختلفة، في القطاع العام، في القطاع الخاص، في موضوع تكنولوجيا المعلومات. ما في حدود في العالم، ولما نحكي ما في حدود يعني للأسف في أمور غير جيدة ما فيها حدود، مثل ما عم نشوف العنف والكراهية والإرهاب، ونتطرق لهذا. لكن في المجالات الإيجابية وفي مجال الارتقاء بمستوى الخدمات، في مجال نقل الصورة البهية لهذا البلد الحبيب الغالي، في مجال التواصل، تحديات وهموم كبيرة يعاني منها الشباب الأردني في ظل ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية وارتفاع نسب البطالة بين الشباب، والتي أدت لانعدام الأفق بمستقبل أفضل. عبد الله الشيخ، الحقيقة الدولية.